من برنامج يا حلاوة الإيد الشغالة. ثانية وحلقتنا النهاردة من الأيادي الشغالة من داخل إحدى محل العطارة بمحافظة الأقصر. وزي ما عارفين أن محلات العطارة من المحلات المستهدفة وبشدة في شهر رمضان من الناس، كل الناس بتحاول تيجي محلات العطارة بتجيب حاجة رمضان في أول رمضان أو في نص رمضان. طول الشهر إحنا بيبقى محل العطارة هو هدفنا وبنروح ونيجي عليه. معانا النهاردة أستاذ خالد بيشتغل في المكان هنا. أهلا بك. أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيب. كل سنة طيبة وكلهم الإسلامية إن شاء الله بخير ويدعي لنا لك بخير. بخير إن شاء الله. حضرتك طيب. أستاذ خالد، أنت الأول طبعا عايزين نعرف المحل هنا بدايته كانت إمتى وأنت معاهم من إمتى؟ أنا والله موجود هنا في المحل من فترة، يعني من 2002 2003. لا 2002، 20 سنة كده ولا؟ يعني 20 21 سنة. تمام. يعني من فترة زمان، المحل ده من أيام التسعينات يعتبر أو السبعينات. من زمان طبعا. بس ده قبل كده، قبل العشرين سنة يعني. قبل العشرين. فاتح من السبعينات. أنا فاتح من أيام السبعينات كده. طيب احنا لو اتكلمنا في الاول، يعني بدايه شغلك في المكان هنا، انت بتقول ان الحاج الكبير يبقى عمك او قريبي من بلدياتي، من البلد يعني. قريبي. ليه فضلت انت تشتغل معاك محل العطاره؟ والله العطاره يعني شغلتها حلوه ومجال شباب على العطاره، على الزيوت، على الكريمات. انت دارس ايه طيب؟ انا معي دبلوم زراعي ومعي معهد تمريض ومعي معهد محاسبه. ما شاء الله عليك، انت دارس حاجات كتير كده. طيب خلال شغلك هنا كان بيحفزك على الدراسه دي؟ والله الشغل ده كان بيحفزني ان انا مخلي المخ شغال معايا، اسعار، تركيبات، زيوت، خلطات. واخد دبلوم زراعه برضو في العطاره يعتبر، واخد معهد تمريض عطاره برضو. ومعهد حاسب الي. ومعهد حاسب الي برضو حسابات عطاره. ده انت يعني ما شاء الله خدمت على كل المجالات داخل المجال. كل يعني الحمد لله، يعني الواحد كسب خبرة وكسب معلومات وعرف حاجات كتير. كسبتها من شغلك في محل العطار؟ يعني كل داء لي دواء، يعني العطار يعتبر أكتر حاجة معالجة أعشاب طبيعية، أحسن من الكريمات والبراشيم والحاجات دي. يعني القحة حاجة، الصدر حاجة، الألم حاجة، العظام تركيبات تخسيس حاجة، المغص، قولون، معدة. بالنسبة للحاجة الطبية أو العلاج؟ كله أعشاب طبية. طب لو احنا حبينا نعرف يعني ايه محل عطارة، يعني في ناس ممكن تقول يعني ايه محل عطارة، بيحتوي على ايه؟ محلات العطارة خلي بالك، العطارة مجالها واسع. في بيشتغل توابل، في اللي بيشتغل غلاية البقوليات، في اللي بيشتغل كريمات، زيوت، في اللي بيشتغل أعشاب طبية، أعشاب البرد. في ماكس يعني شوية من عطارة، شوية من توابل، شوية من غلايل، شوية من كريمات، شوية من زيوت. كل تعب. وفي التسالي، فول، اللب، حلويات، فكله محلية يعني كمل كده، يا هابسكس يعني. هابسكس ميكس يعني كده. طب قول لي بقى انتوا بتشتغلوا في ايه في المكان هنا؟ والله احنا شغالين توابل، بقوليات، كركديه سوداني، سوائل، مشروبات، اعشاب، كل يعني انت كده عامل برضو خليط يعني كذا مجال، يعني مش حاجه واحده يعني. كذا مجال. يعني في الكركديه مثلا، في الزيوت، في الأعشاب، السوائل، الزعفران، الخردل، خلة، حب الرشاد، بقدونس، بابونج. أستاذ خالد، في حاجات في العطارة بنسمعها كده مسميات غريبة عننا، برضو يقول لنا كم حاجة كده وإيه استخداماتها؟
في هو الحب الرشاد ده حب الرشاد جميل جدا للعظام. للعظام ده مشروب على لبن. لا ده لبن بارد بيتحط عليه الحب الرشاد وبتقلبه مكان السكر. ده بيقوي العظام وبيزيدها هشاشة العظام في الركبة في الظهر. اللي عرفك المعلومة دي أعشاب طبيعية. قريت عنه. أعشاب طبيعية دي أساسا بتيجي من بره مش مزرعوها من هنا إحنا. في حاجات بتيجي من بره أعشاب محدش يعرفها بس في عندك البابونج. بابونج اسمع عنه. بابونج ده القولون جميل جدا القولون والجهاز الهضم كله. يتغلي مثلا؟ يتغلي وبيشيل زي اليانسون. تمام. ايه عندك في لبان الذكر. ايه بقى لبان الذكر؟ في الكحه والصدر. لبان الذكر؟ يتغلي بقى. يتغلي في بذر خله. بذر خله. خله ايه بذر؟ ده للاملاح. تركيبات الاملاح بتضاف مع تركيبات الاملاح. يعني اللي عنده املاح الحصاد بذر خله وحبه بركه وغله بقدونس بيغليها وبيشربها بتخفف نسبه الاملاح في الجسم. جميل. ايه تاني ممكن تفيدنا في القرفه؟ مشروب القرفه طبعا مشروب جنزبيل حاجات الدافئه. الحاجات الدافئه دي بتبقى حلوه للصدر وللتخسيس. الصمغ العربي. الصمغ ده ايه فايده الصمغ ده للكلى؟ الشرب برضه الشرب منشط مكان نشاط الكلى اللي عنده كلى تعبانه بتاع ده بيجي من السودان اساسا مش بيزرع من هنا. طب ايه بيستخدم تاني في ايه الصمغه بدل؟ لا والله او في كلى واساسا الكلى افضل حاجه. في ناس بتضيفه مع تركيبات اعشاب بحيث بيزود نسبه الدهون في الجسم بينزل الجسم بيخسس لك. يخسس مش يزود. لا ينزل ينزل دلوقتي عايزه خلطه تخسيس منك بما انك خبره وما شاء الله بقالك 20 سنه شغال في المكان ودارس يعتبر ناحيه طبيه التمريض. لو انا عايز اعمل خلطه تخسيس يعني في زباين بتيجي تطلب منك كده خلطات التخسيس كذا حاجه بس احنا في حاجات عندنا معينه يعني مثلا زي حاجات عاملينها للمحل يعني زي قاعده اسمها رجل اسد. رجل الاسد. رجل الاسد. سلامكه. عشب السلامكة. عشبة المرمرية. في الشمر. ينسون. حبة البركة. دي خلطة كلها مع بعض بتتحط مثلا في كيس كده بتطحن وبتتغلي وبتتصفى وبتشرب سواء على الريق على الصبح قبل ما تصحى اول ما تصحى من النوم وبالليل قبل ما تنام. دي انتوا اللي عاملينها دي خلطة احنا عاملينها بس دي خلطة اعشاب طبيقة اعشاب اي حاجه اي لا في محلات بكون شغاله فيها محلات ما شغالش فيها يعني بالذات عشب السلامكة عشب المرمرية عشب رجل الاسد ان الحاجات دي برضه بتيجي من بره بس الحاجات دي المفروض الواحد ياخدها شجر اعشاب طبيعيه تحت اشراف طبيب برضه ولا عادي لا الاعشاب بص الاعشاب ما لو فايدكش في الحاجه اللي انت ما فادتنيش ما تضرنيش لا 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 ما بتضرش في ناس خلي بالك عندها ضغط وسكر ممكن الاعشاب برضه تعمل لا الاعشاب هم ما تضرش الضغط ولا السكر لا ما انت الكركديه انا لو خدته ساقع مثلا يوطي ولو خدته ساقع يوطي لو خدته سخن يعني الكركديه حاجه لكن دي اعشاب الكركديه ده مشروب مشروب في زي الدوم الدوم سواء بارد او سخن بيظبط الضغط لا هو بيظبط الضغط يعني لو عالي بيخليه واطي لو واطي بيخليه عالي سواء شربتي سخن او بارد تمام انت ممكن ما يكونش عندك ضغط اساسا بس بتشربيه انه هو مشروب ممكن بيتضاف على حليب فايدته ايه الضوء
الضغط. في الضغط. ما ينفعش مثلا في التخسيس؟ دوم ضغط فقط. بس في ناس بتشربوا زي مشروب فواكه زي ما بيقولوا. قطع دي معلش اكل دي تنفع في التخسيس تبقى زي معلش والله. الدوم الناس بتاكلها بتقول ان هي بتبقى زي هو الناس بتاكل عشان ليه يعني في مزه كده في حاجه مقرمشه. هو زمان كنا نجيب الدوم هو الناشف كده بتاع المدارس ونقعد ناكل فيه عادي. هاي طعم عادي دوم بس ما حد شايف ايه فايده. يعني اقصد ان هو ممكن يكون مليان الياف فبيشبع. الالياف دي هي اساسا هي اللي بتظبط الضغط كله في الجسم. هي الفايده بتاعتها في الالياف تحت الدوم. لاني بص حتى لو خدت دوم مكسر زي دي هتلاقي من جوه في الياف كده. اللي بقول لك عشان الالياف ممكن الناس بتاكله يعني بيملى المعده. حياه ربانيه طبيعيه كده هي اللي بتظبط الضغط في الجسم. طب والقرفه والجنزبيل بقى؟ القرفه والجنزبيل ده في التخسيس يعني. توابل للاكل متهيألي؟ تخسيس وتوابل الاكل ومشروب دافي في الشتاء. مشروب دافي في الشتاء ممتاز. بس ايه التركيبه تحت الاعشاب ما بتحطش نسبه كامله. لو مثلا من كل حاجه مثلا تركيبه سبع اصناف ثمان اصناف من كل حاجه 50 جرام 100 جرام حاجه زي كده. طبعا شغل رمضان بيختلف عن باقي السنه. طبعا بيختلف. ما اختلف والله. في توابل الطلبيات بتزيد الاجماع بتزيد حاجات رمضان مكسرات زبيب جوز هند يعني السنه كل الناس بتاكل مثلا عدس وفول ومكرونه وكلام زي كده. لما بيجي شهر رمضان عايز زبيب جوز هند مشمشيه راسيا توابل للبيت مشروبات زي مشروب الكركديه حتى بالذات عندهم السكر بيحبوا مشروب الكركديه على السيارة الفطار الدوم البلح يعني يعتبر موسم رمضان مع موسم البلح. بلح طبعا اهم حاجه. بلح ومكسرات والعصاير. الناس مثلا بتيجي اول رمضان او قبل رمضان بيوم ويومين ياخدوا حاجتهم ولا خلال الشهر كله؟ لا والله خلال الشهر كله بكون شغالين يعني. بيبقى شغالين. بس يوم كده يوم كده يوم في اقبال زايد يوم في اقبال عواطي على حسب امكانيات الناس يعني. طب ايه اكتر حاجه بتتسحب عندك في رمضان؟ البلح والبلح والمكسرات زبيب جوز هند عصاير توابل يعني اربع اصناف خمس اصناف توابل. زبيب جوز هند فول حلويات تين مشمشيه راسية في الحلويات اليميش كله بتاع رمضان في الحلويات مهلبيه بسبوسه ام علي كريمه. التوابل بتاعت اللحمه والفراخ والاكل بقى بتشتغل عليها ازاي؟ في توابل لحمه فراخ بابريكا كاري كركم بهارات سبع بهارات لحمه دي معنى يعني خليط من البهارات دي تركيبه بهارات مع بعض الشوربه مثلا اللحمه المسلوقه الطواجن. البهارات دي عباره عن ايه ولا مش عايز تقول؟ تهرب من الاجابه. لا البهارات دي بصي يعني كذا صنف يعني لو حسبتيها يعني بهارات اللحمه دي ايه وايه؟ لا دي البهارات بتيجي مكونه جاهزه. بتيجي جاهزه. لا هي بتيجي جاهزه. انا بعملها بعمل البهارات الخشنه هي السبع بهارات. السبع بهارات ايه بقى السبع بهارات؟ السبع بهارات بلح طيب حبهان زعتر رز ماري بابريكا قرنفل حبهان فلفل كزبره شطه
يعني دي جميع المكونات، ما هي اكتر من سبع لو حسبت، بس احنا بنلخص بنقول سبع بهارات. بس لو حسبتها في فوق بتاع 16 17 صنف. يعني انا عن نفسي يعني انا بدخل في المطبخ، ولكن مهما بجيب من توابل بهارات ما فيش احسن من الملح والفلفل والكمون والكزبره. لا بس دول الاساسيات، دي الحاجات الاساسيه، بس دي بتدي نكهه. بتدي نكهه وتدي طعم في الاكل. بالظبط. بس يعني احنا مثلا طعم اللحمه ما ينفعش، يعني انا ما بحبش احط مثلا توابل اللحمه والكلام ده، هو فلفل وملح. هي الحاجه بصي عشان يبين لك انت الحاجه، حتى لو حطيتي منها بزياده بتروح طعمها، لكن دي دوب حاجه ايه بتحط بسيطه كده نكهه، مفيش لحمه توابل مفيش يعني. لحمه يعني. استاذ خالد، يمكن طبعا البشره والجمال لها مكان عندك هنا طبعاً. دايما البنات والستات بيدوروا على خلطات للتجميل والكلام ده، في عندك؟ في والله كريمات وفي زيوت، في دهانات، في كريمات معينه بتطلع مثلا بتبقى عليها، في كريمات، في كريمات لاكثر حاجه شغاله هي كريمات البشرة والشعر. طب والزيوت عندنا زيت زيتون، زيت زيتون، زيت سمسم، زيت جرجير، زيت صبار، كل جميع الزيوت موجودة. في حاجة تساقط، في حاجة تنعيم، في حاجة تطويل، في حاجة في حاجة الخشونة. طب انت لو في حد يعني زبونة جاي عايزة حاجة معينة بتنصحها بنديها اللي عايزاه، مثلا عايزة حاجة تساقط موجودة، عايزة حاجة تنعيم الشعر موجودة، عايزة حاجة الخشونة موجودة. شوف عندك يعني برضو ناس بحري بقى والقاهرة لما بيجوا الأقصر بيعدوا على العطارة وبياخدوا معاهم بقى الحاجات الحلوة بتاعتنا المعروفين بيها الأقصر وأسوان والصعيد. إيه أكتر حاجة ممكن يعني أو الزبون اللي من القاهرة بيجي يقول لك إيه وأنت بتعمل معاه؟ عامة الزبان أو الزبون بنقول هو زبون بحري اللي بيجي زيارة، طبعا بيكون أكتر حاجة بيضغط عليه هو الكركديه، من الكركديه بتاع بلادنا السوداني والسودان الاسواني، البلح، التوابل، هم دول اكتر حاجه معروفه بيها سواء الاقصر او اسوان. كركديه يعني شنطه كده بشغل. شنطه مثلا كركديه، بلح سوداني، تمر هندي، دوم، بيحتاج توابل طبعا عشان خاطر معروف التوابل التوابل الطبيعيه الاصليه طبعا حاجه انضف حاجه. يكون عايز مثلا سوداني رملي اسواني، عايز مشروبات حاجات ايه مش موجوده عندهم هناك، او بمعنى صح موجوده بس في شيء نفس الخامه ونفس ال طبعا يعني. بس اكتر حاجه بيحب الزبون او يضغط عليه هو الكركديه والسوداني والبلح. الحاجه اللي تحت بلادنا اقول لك حاجه الاقصر واسوان. مشاهدينا ولسه مكملين حلقتنا النهارده معاكم من داخل احدى محلات العطاره بالاقصر، ومعانا الحاج محمود صاحب المكان. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه حضرتك. يمكن احنا اتكلمنا كتير عن المكان هنا، ولكن احنا عايزين نعرف اجواء رمضان في المكان هنا يعني. وكل كويسه والله الحمد لله، بس السنه دي اقل من كل سنه. اقل من السنوات اقل. طبعا الناس واخده فكره ان الاسعار غاليه وبتاع، الاسعار عامه يعني متوازيه. في غالي وفي رخيص. حاول برضو يعني توازن بين الاسعار عشان تجيب الزبون ازاي؟ ان شاء الله بنحاول على قد ما نقدر والله يريح الزبون. يعني تعمل عروض مثلا او كده؟ لا عروض بالنسبه يعني بنرخص يعني عامه. بالنسبه للبلح وبالنسبه للكركديه وبالنسبه للتمر. ايه اكتر حاجه بتتسحب منك؟ البلح طبعا. البلح. البلح والاخر حاجه اللي مش السنه دي طبعا. السنه دي اخر حاجه. اخر حاجه والله. لان طبعا الناس كلها سامعه ان الاسعار غاليه، فهي مش غاليه يعني، هي بس الناس واخده فكره ان هي غاليه، بس في نزول في الاسعار يعني الحمد لله، يعني في هدنه في الاسعار ان شاء الله.
بالنسبه للايادي الشغاله معاك في المكان هنا يا حاج كام واحد؟ ده بتاع 10. 10 ما شاء الله. ده بتثبتهم ولا ممكن مثلا حد؟ لا مثبتهم، هم على حسب واجع بعد كده، على حسب نية الواحد. أنا الحمد لله يعني بعملهم كأخواتي مش شغالين والله. إيه كفاءة العامل اللي عندك هنا عشان يستمر في المكتب؟ كفاءته شغله. شغله بيثبت وجوده ازاي، بيشتغل بيوقف ازاي، بيتعامل مع الزبون ازاي. شغله بيحكم عليه. عشان حد يجي يشتغل معاك في المكان هنا بتدربه او بتختبره مثلا في حاجه؟ لازم ازاي؟ لازم بيتدربوا شغله، بحس ان هو عاوز يتعايش او مش عاوز يتعايش، بيبان على البني ادم نفسه. حصل قبل كده؟ حصل كتير. باجي كذا حد يشتغل، طبعا اللي باجي ممكن يغيب يومين، يغيب ثلاثة، ممكن واحد كده ينام لي في الشغل، عاوز ينام، طبعا بيسهر اليوم كله عاوز ينام، لا ما فيش في الشغل طبعا. والشباب اللي من دول مش عاوز يشتغل الصراحة، الناس دي قديمة، عشان كده مؤسسها أنا. كم ساعة هنا بالشفت أو الوردية؟ يعني بتاع 8 أو 9. 8 أو 9؟ كويسة، زي أي مكان تاني. زيها، ممكن أقل على حسب ظروفه، وبنتعامل مع بعضينا، احنا اخوات، بقول لك مش شغالين يعني عندي والله. في ايام كورونا برضو قلت لهم الظروف مش ظروف، واحنا بنقفل الساعه 5، فتايو مع بعضينا يعني مشيناها برضو. ان شاء الله خير يا حاج باذن الله، وكل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه حضرتك. مشاهدينا، وفي نهاية كلامنا بنشكركم وبنشكر ضيوفنا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج يا حلاوة الإيد الشغالة. حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولاد، المكان الزاير من احلى ولا، يا حلاوه الايد الشغاله، يا حلاوه الايد.